حمام الثلج تجربة صحية خارجة عن المألوف، ربما لأنها تحتاج لحبس الأنفاس وسط صحراء الإمارات الذهبية. حمام الصحراء باستخدام الثلج ليس لتفادي الحرارة المرتفعة، إنما لتعزيز مناعة الجسم وطرد التوتر، بالإضافة إلى تنشيط العضلات. خبراء ومتخصصون في مجال استخدام حمام الثلج أشاروا إلى أن التحكم بالتنفس في حوض الثلج يزيد القوة، وهو صحي لكبار السن والشباب. Hi, my name is Benoit de Meulemeester. أنا ديمول ميستر، أنا من سويسرا. أنا شخص شغوف بالحرارة والبرد، أحب إخراج الناس من منطقة الراحة الخاصة بهم ومنحهم تجربة جسدية وعقلية وإعادة الاتصال بالطبيعة. آراء الخبراء ربما لا تتطابق مع مخاوف البعض من رواد حمام الثلج. البداية مخيفة بعض الشيء، تريد الخروج ولا يمكنك التحكم في تنفسك. تقنية حمام الثلج التي أثارت سجالات حولها ومخاوف أبداها البعض، فندها الرياضي العالمي ويم هوف الملقب برجل الثلج، الذي وصف هذه التقنية بأنها علاج سحري يفيد صحة الإنسان ولا يضره. محاسن حدارة، العربية.